السلام عليكم الخوت، معكم هشام اللولي. مرحبا بكم في الفيديو جديد. كيف ما قريتوه في العنوان، شنو هو البلان اللي وقع بيني وبين الشكح؟ بزاف ديال الناس كيصيفطوا لي ميساجات. انا ما كنتش باغي نهضر في هذا الموضوع، واخا هو دار وخرج بالستوريات. انا ما كنتش باغي نهضر، ما كنتش باغي نهضر في هذا الشيء كاع، ولكن ملي الناس بدات كتسول بزاف، بدات كتسائل، بغات تعرف شنو وقع. ومادام هو هضر، غادي نوضحوا للبيبليك شنو واقع. البيبليك خاصو يعرف شنو واقع. اول حاجه، بزاف ديال الناس كيقولوا انت ماشي قد قد الشكح، علاش هذا الشيء كذا. اولا بغيت نقول لكم واحد الحاجه، الشكح انا ما كنحسبوش صاحبي، كنحسبو بحال خويا الصغير، بحال شي خوك صغير كتخرجوا معاه، كتضحك انت وياه، كتخلق انت وياه، زعما اون كليك خلقينا، دايرين البوز، مطلعينا ضاحكين ناشطين، حيت هو عزيز عليا. ابار اي حاجه عزيز عليا، واخا يكون معروفش في السوشيال ميديا، عزيز عليا، كنخلقوها، كنضحكوا تو سامبلومون. المهم شنو وقع؟ اولا باش تعرفوا هاد الحاجه، ديك الكومباني اللي تدارت في البحر، الشكح هو السبب فيه. هو اللي كان كيهضر مع نزار، هو اللي نسق معاه، هو اللي جاب نزار. وبالدليل راكم شفتوا ستوريات كان كيضحك هو وياه، واحد اللحظه كان كيضحك هو وياه فاش نزار كان كيضرب بوطو، كيقول لي ملولي نضربك بحال هكا، هو اللي جابو. ابخي مشينا نديرو الكومبا في البحر، فوالا. ابخي مشينا نديرو الكومبا في البحر. اصلا خو شكح ما عنديش معاه، انا وياه ما عندناش كونتاكت، حيت انا كان عندي كونتاكت مع شكح. خوه ما عنديش انا وياه كونتاكت، ما هكاك ماشي مضاربين ولا شي حاجه، ولكن صافي كل شات تيقارو عنده. المهم مشينا نديرو كومبا في البحر، مشى معايا شكح في الطوموبيل، مشى معايا نزار، مشى داكشي. وصلنا للبحر، وصلنا للبحر، كنا جالسين كنضحكوا، ناشطين ضاحكين كدا. انا لابس لي قد ديالي، داير لي بونت ديالي، ولابس لي قد ديالي، كنبريباري كاس، كنطلق يدي كنسخن باش غادي نديرو كومبا. اصلا ديك كومبا مهزاله، ماشي كومبا، ديك المهزاله اللي درنا، داك الشوها. مشينا اصلا باش انا مشيت نشوف نزار كيتحداني هادي عام. انا قلت مادام سيد كيتحداني هذا، الا راه سبورتيف غادي يمشي ويتحرك شي شويه، غيطلق يدو، غادي ندير واحد سبارينغ زويون، غادي يبان ديك كوش دروات كروشي بيركوت فرونت كذا، غادي يبان واحد الجماليه ديال الكيك بوكسين. نقول الملولي راك كيتحرك شويه، حتى هو نحركوه معنا شويه، ونفس الوقت نضحكوا ونخلقوها. مشيت تما راكم شفتوا شنو وقع، ديك المهزله، ما لعب ما والو، بقى كيجري. انا غادي نلعب كيك بوكسين تصدقنا في العدو الريفي. المهم قبل ما نبدا داير لي بوند ديالي في يدي، لابس لي قد ديالي. انايا كان معايا دري واحد هو اللي كنشد ليا الكاميرا، وكان معايا الشكح والدري كان حكم. نزار كانوا معاه شي 10 صحاب. المهم واحد اللحظه شكح كان كيدير ستوريات، كان كيستوري راكم شتو، كان كيضرب ستوريات راسو، كان كيضرب ستوريات. واحد الساعه طلعت الموجه، فاش طلعت الموجه عيط لفظ قول لهم سبريتهم كيجريو كحزو من حدا الموجه. هو يقول لي شكح الملولي تليفوني. قلت له واش كان في يديك؟ قال لي ما نعرف. واش كان في جيبك؟ ما نعرف. واش عطيتي لشي واحد؟ ما نعرف. واش طاح ليك؟ ما نعرف. دابا انت قال لي تليفونك اللي نورمال خاصك تكون عارف، ما عارفش باش بغيتي الملولي يعرف فين مشى التليفون. اولا داير لي قد ديالي، ما عادش كندير نهزو. بقينا كنقلبوا 20 دقيقه وحنا كنقلبوا. تخيل داك الناس كامل اللي قلبوا، قلت لهم شوف، قلت للدري غتقلبنا كاملين. قلت له، قال لي لا ما نقلبكش، قلت له قلبني. تقلبنا كاملين، قلبنا الجوك ديال كلشي. علاش؟ عادي. علاش انا بديت مراتي؟ قلت له تقلبني انا الاول. علاش؟ باش ما يجيش واحد يقول لك لا ما تقلبونيش. علاش غتقلبوني؟ قلت له بدا بيا خويا، تقلب انا الاول وتقلب كلشي باش واحد ما يهضر. فهمتي كيفاش؟ ديك اللعبه ديال بدا بيا، قلبني انا الاول، قلبنا كلشي اللي عنده في جيبه شي حاجه حطها. اصلا ما كان عندي والو جيبي، حيت داير الكومباس جيبي خاوي، ما عندي حتى شي حاجه في جيبي. حط كلشي اللي عنده شي حاجه في جيبه، الدراري ما عندهم حتى شي حاجه، كنقلبوا في الارض ما كاينش. قلت له شوف ما كاينش المشكل، ايفون عندك الاي كلود راه غتجبدو. قال لي ما عنديش المود باس الاي كلود. اصاحبي واش انت، واش انت عندك تليفون ما عندكش مود باس ديال الاي كلود؟ شنو بغيتي الملولي يدير لك؟ انت ما عرفتش التليفون واش كان في يدك، ما عرفوش واش طاح لك، ما عرفوش واش هزي واش عطيتيه لشي واحد. دابا شوف، دابا بيني وبينكم الدراري، فاش كتسمع شي حاجه كتقدر تاخذ واحد الفرضيه. فاش كنجي كنقول لك خويا واش التليفون كان في يدك، تقول لي كان في يدي، اذا شي واحد نترولك من يدك. كان في جيبك، اذا شي واحد خداه لك من جيبك. واش حطيتيه، اذا شي واحد جهزه. فهمتيني؟ كتعطيني واحد الفرضيه، كنعرف كيفاش الشك ديالي فين غادي يمشي، باش نميز بين الشك واليقين. والو كنقول لك واش كان في يدك، ما عقلتش. واش طاح لك، ما عقلتش. واش كان في جيبك، ما عقلتش. انت ما عقلتش، انت اللي معني بالامر. التليفون خاصك تكون عارفه، ما عارفش. باش بغيتي الملول يعرف، باش غادي نعرف؟ ما عنديش باش نعرف انايا. واحد الساعه هما يبقاو يقولوا صحاب نزار، بداو كيقولوا الدري صاحبي سمعهم، دري صاحبي كان شاد الكاميرا، بداو كيقولوا والملولي بلعاني اتفق مع الشكح يدير نفسه مشى له التليفون باش ما يلعبش كومبا مع نزار. ها ويلي تاليا منا ولاو خايفين. واش فهمتوا تو تساو؟ حنا كنقلبوا التليفون ما كاينش، حنا جالسين غير بجوج متر مدوره، يعني ماشي مشينا بعيد، حنايا في واحد البلاصه اللي دايرين بها، يعني ماشي شي مساحه اللي هي كبيره اللي غادي نبقاو نقلبوا. قلبنا ما لقيناش، بقى تو تساو حنا كنقلبوا. بداو كيقولوا الملولي بلعاني اتفق مع الشكح باش يدير نفسه مشى له التليفون باش ما يلعبش كومبا مع نزار. وانا نقول شكح شوف شكح راه كيقول، اش كيقولوا؟ خليني نلعب معاه كومبا. قال لي اوكي صافي. هو بقى كيقلب على التليفون، راكم شفتوا ديك المهزله. من بعد انا تعصبت،
تعصبت، بقى فيا الحال تعصبت. صافي بقيت كنغوت وكذا وهادي. فاش مشيت للطوموبيل درت هكا ما لقيت لا الشكاح لا خوه لا حتى شي حاجه، مشاو في الطوموبيل. فسولت فين هما، قالوا لي راه مشاو. وانت مشيتي شنو بغيتي انا ندير لك؟ انت ما عرفتيش التليفون كي دار مشى، ما عرفتش المودباز الاي كلود. اما الايفون ما كيتسرقش اصلا، شكون اللي غيسرق الايفون؟ الايفون اللي بغى يسرق الايفون كيقلب على الحبس، حيت الايفون ساهل. دابا انت اللي مشاك الايفون ديالك كتلقايه ولا ما تلقايهش؟ نلقاه سير بلاص. الايفون كيتلوكاليزا يعني اوتوماتيكمون، يخص لك عندك الاي كلود ديالك. واش صاحبي ما عرفتش مودباز شنو بغيتي المليون يدير لك؟ ناض خوك يقول لك اه وحنا حسبنا كنصيفطوا خونا مع الرجال. راه خوك راجل، شحال مره جبت عليه النفس، شحال مره ضربت عليه ودو، مالك شنو بغيتيني ندير له؟ وجاو كريساوه، بقيت كنتفرج لعبوا العرك وكان معايا وتكريسا، وديك الساعه قلت كنصيفطوه مع الرجال، لعبوا العرك وكان معايا وتسرق. خوك تليفونه في يدو ما عرفش كيفاش داير. وفين هو عقلك؟ عقلك فين هو؟ تليفونك في يديك، خاصك ترد البال. واش حطيتيه؟ واش لعتيه؟ واش انا ما عارفكش شنو درتي. كنسولك انت ما عارفش المود باس الاي كلود ما عندكش، كي بغيتيني نجبد هذا التليفون انايا؟ ابري باسي لي كومبا درتها ما لقيتكمش، مشيتو شنو بغيتيني ندير لك؟ مشيت للدار انايا، كنت كنمونطي الفيديو وديك الشيء مبربص. هو عيط ليا مع وحده الليل خوه، قالوا الملولي راه صونينا على التليفون كنلقاوه شاعل. قلت لهم امبوسيبل، التليفون كان طافي نهار كامل، شويه التليفون شعل. اذن لغيش على التليفون وفيه الاي كلود، فيه المود باس، فيه ديك الشيء، الا شي واحد اللي عارف التليفون. ما يمكنش التليفون غادي يشعل بين واحد، تخيل كان وقع هادشي مع 4 د العشيه ولا 5 د الليل العشيه، والتليفون شعل في الوحده د الليل. ويلي كي دار شعل؟ قلت له امبوسيبل، كي دار شعل التليفون؟ قال لي راه شعل. واش ممكن تمشي لديك البلاصه تقلب تما؟ قلت له واش كتهضر من نيتك؟ تخيل الخوت نمشي انا من مارينا حتى لتغازوت 45 دقيقه الي روتور، يعني ساعه ونص غنمشي نقلب في واحد لازون، التليفون شعل. واش لوكالي؟ قلت له واش لوكاليزيتيه؟ قال لي لا. قلت له فين بغيتيني نمشي نقلب؟ ولوكاليزي لي التليفون، عطيني الموقع، حدد لي الموقع. وديك الساعه اجي انت لاخوك قول لي انت ماشي راجل، الا ما مشيت جبت التليفون فين ما بغى يكون. لوكاليزي لي التليفون، قول لي ها الموقع ديال التليفون فين كاين اكزاكتومون، غادي نمشي وغنجيب لك التليفون ديالك. تنقول لك واش فين لوكاليزيتي؟ كتقول لي ما نعرف. انت ما عارفش التليفون ديالك فين هو. واحد الساعه قلت له انا ما نقدرش نمشي دابا حتى لتغازوت، فاش غنبقى نقلف بيني وبينكم الدراري في البحر في الليل؟ والبحر كيطلع يعني البحر في الليل كيطلع وفي الليل وفي النهار كيرجع. البحر طالع يعني فين هبط ديك البلاصه كلها ما فين غنقلب؟ راه لا يعقل. المهم واحد الساعه عيطت لهم، قال لي احنا راجعين في الطريق، راه حنا راجعين لاكادير. قلت غادي نمشيو نقلبوا في ديك البلاصه. قلت له صافي اوكي، فاش تجيو سولوا فيا، عيطوا لي اجوبته معايا. اوكي داز شي ساعتين ما صوناوش عليا ما والو، صونيت عليهم المره الاولى، المره الثانيه جاوبني. قال لي الو، قلت له مالكم في شنو وقع؟ واش لقيتوا التليفون؟ قال لي لا ما لقيناش، راه حنا مشينا للوطيل. قلت له علاش ما جيتوش عندي؟ قال لي ما بغيناش نديرونجيو. قلت له حنا راه ما بيناتناش ديرونجمون، كون بغيتو تجيو راه غادي تجيو. صافي اوكي يلا. المهم انا غدا حتى انا راني غنهبط لكازا، فاش كون هو دينا نهبطو مجموعين. قال لي صافي اوكي. لا غدا الصباح صونيت عليه لابيل الاولى، لابيل الثانيه ما كيجاوبنيش. انا اللي عندي كونتاكت هو الشكح، هو اللي عندي كونتاكت معاه، يعني الشكح نقدر نصوني عليه مره جوج 10، ما بيناتناش ديك الشيء. خوه ما عنديش كونتاكت انا وياه، خوه انا وياه ما ماشي امي انتيم ديالي. خو عمركم شفتوني معاه في ستوريات؟ خو لا داز شي ستوري ولا شي حاجه ولا ضحكنا في شي حاجه. اما انا اللي عندي معاه الشكاح كاسمو بحال خويا، ماشي صاحبي، حيت ماشي قدي قدو اصلا، ماشي الكونسيبت ديالي هو الكونسيبت ديالو، ماشي عقلي هو عقلي، ماشي شوف. المهم حنايا قلت لك فقط عزيز عليا، يعني صونيت على خو المره الاولى الثانيه ما جاوبنيش، صافي ما وليت صونيت عليه. ابخي نطشت ديال الطريق مشيت لكازا، مشيت لكازا واحد السيد كنخدموا معاه بيبليسيتي انا والشكاح في نفس الوقت، جا عندي طلبني قال لي عطيك السر. كنصوني على الشكاح ما كيجاوبنيش، عا فكرني واقف على بيبليسيتي. قلت له الشكاح راه ماشي ما كيجاوبكش، الشكاح راه مشى له التليفون ديالو، راه ما عرفتش شكون اللي داه له، واش مشى له واش طاح له، راه ما عرفتش التليفون. اون فوا راه غادي يشعل تليفونه راه غادي يجاوبك. قال لي عطيك السر راني واقف على بيبليسيتي، واش ممكن ديرها لي؟ حيت هو الشكاح كيخدم معاه بزاف. اون فوا درت البيبليسيتي هو عيط لي خوه، بدا كيسب، هو كيسب يعني اه انت هي كذا. ولي زاد مرضني ان في لي ستوري ديالو فاش خرج هضر، كيهضر على لي فولوور، وكيهضر على حنا كنا كنطاكيوك، وحنا كنا اش دخل لي فولوور طاق في التليفون اللي مشى لك؟ انا غير بغيت نفهم، الا كنتي باغي تهضر على لي فولوور هضر على لي فولوور واجي ديريكت بلا ما دير التليفون طريق. ونورمالمون انت التليفون ديالك عندك لي ماي ديالو، انا راه بوليسي، انا راه ماشي حمار، انا راه ما غاديش نهز التليفون شي واحد ولا انا اصلا ما شفتش التليفون ديالك. واش التليفون كان في يدك انت؟ ما عرفتيش فين مشى؟ غنعرفو انا اللي لابس اللي قاس وقاس كنطلق كوش ضربات كنسخن لهيها، باش بغيتي نعرف التليفون ديالك فين مشى؟ واش كتهضر من نيتك؟ ما فهمتش واش بقى فيك الحال على بيبليسيتي ولا بقى فيك الحال على فولور؟ انت كتقول اه هو دابا طلع في لي فولور حسابو راه هنا، حنا كنا كنطاكيوه بلا ما كيضحك عليك.
خويا كيضحك عليا ولا ما يضحكش عليا داكشي كيبقى شغال عليا. انا ما غاديش نبقى نتكلاشا معاك وداكشي اش معنى ندير حنا شوف شركنا الخايبه وشركنا الزوينه داكشي اللي بيناتنا راه بيناتنا ما غاديش تبقاو نبانو دراري صغار حدا الناس. انا ما كنتش كنتفاهم انا وياك اخويا كلش تيقارو عنده كله صافي بقالو غير سبي بيناتنا ياك انا ياك قلبي كحال وما حاملكش وما عرف شنو علاش ما غنحملكش شنو عندك ما عنديش شنو عندك ما عنديش علاش ما غنحملكش علاش انا غادي نكرهك ولاش غادي نحقد عليك بنادم قلبو كحال ما كيبغيش الخير شنو هو الخير اللي ما كنبغي لكش تليفونك مشالك ما عندكش المود باس ديال الاي كلود ما عرفتيش كي داير مشالك ما عرفتيش واش كان في جيبك واش طاح لك واش كدا شنو بغيتيني انا ندير لك صافي تمشي عند البوليس تعطيهم لي ماي غادي يجبدوا التليفون اون فوا غيشعل التليفون راه غادي يجبدوه لك وديك الساعه غادي يبان التليفون فين مشى وفاش تقول لهم نوض لا الملولي ما دار ستوري واش دابا خوتي انا يعقل صونيت عليك مره الاولى الثاني ما جاوبتينيش غادي نقول لهم الدراري ستوري نقول لهم في ستوري الدراري راه الشكح مشى له التليفون ولا انت خويا قلتي علاش درتي ستوري انا ما بغيتش عباد الله يعرفوني مشى لي التليفون واش اتفقتي معايا لا بلا راه كنت اتفقت انا قلت لك اخويا دير لي ستوري مشى لي التليفون وقلت لك لا ما نديرهاش ولا قلت لك اوكي وما درتهاش اتفقت انا وياك على حتى شي حاجه علاش غادي ندير ستوري علاش نجتهد الخوت راه الشكح مشى له التليفون قلت لك اخويا علاش درتيها اش اخويا كتقول له مشى لي التليفون انا ما بغيتش ما يعرفني مشى لي التليفون واش كاين ولا ما كاينش لا يعقل ندير شي حاجه من راسي نادى دابا انا ويا غنحطو شي حاجه دابا قلت له واش قلت له حيدي ما تبانيش في الفيديو قلت لي ماشي مشكل نقدر نبان في الفيديو يعني ما نقدرش ندير شي حاجه وهي ما باغياهاش وهي انفلونسور وانت انفلونسور وانا انفلونسور حنا كاملين دي انفلونسور يعني لما بغيتيش شي حاجه ما نقدرش انا نجي نجتهد مني راسي نديرها يعني انا نادى دابا غادي يوقع على شي حاجه نقول لها واش نديرها في ستوري لا قالت لي اه راه غنديرها قالت لي لا راه ما غنديرهاش يعني ما نقدرش نوض ندير شي حاجه مني راسي اوتوماتيكمو وشويه نقصي لي فولور حنا كنا كنطاغيو حتى طاغيني كنطاغيك داكشي شوف داكشي في اطار الجيمينغ داكشي خلقينا كنا كليك كنخرجوا كنضحكوا شاركين الحلوه وشاركين المره شاركنا بزاف ديال الحوايج زوينين وشاركنا بزاف ديال الحوايج خايبين بلا ما بقاو نضرب هادشي بقاو نديرو داكشي ديال الدري الصغار وعطيني نعطيك وكذا وهادي فهمتيني يعني انا كنت كنعتبرك بحال خي صغير ماشي صاحبي بحال خي صغير وكنقدر والديك حيت والديك العام راس العاونات دراوش لهذا يبقى التقارب بيني وبينكم انا احترمكم وانتم تحترموني ياك انا قلبي كحل ياك ما كنجيبوهاش مع بعضياتنا كلش تيقارو عنده حتى واحد ما يهضر على شي واحد انا وضحت لنا شنو وقع كامل يعني انا شنو دخلي في هادشي كامل انت التليفون كان في يديك شويه ما عرفتيش فين مشى انت كنت كدير به ستوريات شويه تلف لك ما لوليش شنو بغيتي يدير لك ما عندكش المود باس ما عندك والو ما عندك حتى شي حاجه شنو بغيتيني ندير لك انايا ما فهمتش شنو بغيتيني ندير لك ما فهمتش انا علاش ما مزيانش فينا هو الغلط اللي درت انا هنايا ساليت لكم باجي لقيتكم مشيتو بحالكم ما تسنيتوني ما والو لعبوا العاركم بقيتو كنقلبنا حرتنا ديك الارض نتوما هزيتو راسكم ومشيتو يعني الملولي ما عنده ما يدير لك وانا قلتها لك لا كنا ما كنتفاهموش لا ما بقاو كثروا هضره بزاف كلشي تيقارو عنده يبقى له غير سبي بيناتنا يبقى الاحترام بيناتنا دوزنا بزاف ديال الحوايج خايبين ودوزنا بزاف ديال الحوايج زوينين شاركين الحلوه وشاركين المره لاقاش حنا نشوف غنخرج غتعطيني غنعطيك يعني غنولي كن ما حنا اللي جايه فينا بجوج باش نقول لك من الاخر راه غتهضر غنهضر ونبقاو هكا بما بقيت يتفرج فينا بقى يضحك علينا لهذا هضره ديال الرجوله كنهضر مع قدام هاد الناس اللي كيتفرجوا كاملين في هذا الفيديو هذا كلش تيقارو عنده وسالت الحفله صافي عندك لي فولوور ديالك عندك انستغرام ديالك ما عطلتش عليا وانا عندي كذلك لي فولوور ديالي وعندي انستغرام ديالي وعندي اليوتيوب ديالي عندي كلشي ديالي ما عطلتش عليه حتى واحد فينا ما عطل على الاخر حتى واحد فينا ما وقف على الاخر حاجه اللي تقى بيناتنا هي الاحترام يكون متبادل لو ريسبي باش نبقاو زوينين ونبقاو خوت وحباب كما بدينا اخوت نساليو اخوت كلش تيقارو عنده السلام عليكم الخوت كما معكم هشام اللولي ان شاء الله في راسكم نتلاقاو في فيديو جديد.